شو مصير كورونا بلبنان؟ شو مصيرنا وشو اللي ناطرنا بعد هالتزايد الكبير بعدد الإصابات واستهتار الشعب والدولة؟ خلونا نعرف سوا مع الباحث بفيزياء وتكنولوجيا النانو بالمعهد العالي للفيزياء بباريس الدكتور وسيم جابر. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا فيك أستاذ نعمان. شو ناطرنا قولك دكتور يعني بعد هالإصابات اللي كل يوم عم بتزيد أكثر عن يوم يعني وسببه أكيد مثل ما قلت انه الاستهتار يمكن من قبلنا ومن قبل الدولة كمان. نعم. فكيف ممكن انه نحد او كيف ممكن نسيطر على هذا التزايد؟ يعني منذ بداية المرحلة يعني من ناحية انتشار فيروس كورونا على الجغرافيا اللبنانية، هذه المعركة المواجهة الأساسية فيها هو الوعي. نحن شفنا ببداية المرحلة السلطات اللبنانية والشعب اللبناني تعاطى مع جائحة كورونا على بداياتها بمستوى عالي من الحذر والوعي، ولكن حقيقة اللي كان عم بيصير أول 5 أشهر مع جائحة كورونا في لبنان كنا نحن نتهيأ لفيروس كورونا. عمليا فيروس كورونا بدأ في التفشي في لبنان بدءا من شهر تموز. طبعا يعني هون كان مفترض على الشعب اللبناني أن يبدأ بمرحلة الوعي الفعلية. للأسف الدولة فتحت المطار، الشعب بدأ بالتعاطي مع وجود الوباء على أنه للأسف أنه واقع ما نعيشه، واقع ما نعيشه ما اختلفنا، ولكن مع الحذر والوعي. فقد الحذر، فقد الوعي، صار في استهتار، صار في أعراض، صار في بحور، صار في أنهر، صار في تجمعات، صار في مظاهرات، صار في خضات أمنية في البلد، صار في انفجارات. كل هذه أدخلتنا في متاهة يعني لا يحمد عقباها. اليوم نحن يعني أول ما وصلنا لعشرين حالي في لبنان سكروا البلد، حطوا نمرة مفرد مجوز، ويعني ولكن اليوم عندنا نحن أكثر من 1000 حالة يومية. بس دكتور ما برأيك هيدا الشيء سببه أنه اللبناني يمكن لقى شيء واقع أصعب من واقع كورونا وهو واقع الفقر والجوع، يعني أنه العالم ما في عندها مساعدات، ما في حدا يعني أوكي في مساعدات إجت بس منا هالكافية المساعدات تيقدر الإنسان أنه يعيش ويكمل. هلأ نحن أمام أمرين. خلينا نشبه اللي عم بيصير مثل واحد مثلا عنده بيت قاعد بقلب بيت، وهذا البيت بقلبه غرف، بإحدى الغرف ولعت نار. انت واجبك تقوم تطفي هيدي النار وتحد من الخسائر، احسن ما يولع بيتك كله، ولا بتترك النار تاخذ مجالها وخلص بتقول انا بدي كفي حياتي بهيدي الغرفه وخلص النار تولع هونيك. لا، النار لما بتولع بالغرفه الثانيه بتاكل البيت وبقلب البيت. عمليا هيدا اللي عم بيصير بجائحة كورونا. نحن عارفين في وضع اقتصادي متردي، عارفين في حصار على لبنان يخنق الشعب اللبناني، عارفين في خضات أمنية متتالية وما بعرف شو ممكن يصير بقادم الأيام. نحن هون لازم كشعب لبناني لازم أن نتحلى بالانضباط، أهم شغلة الانضباط، الوعي، وناخذ الإجراءات البسيطة اللي بتخفف يعني ثقل الأزمة. طب أنا إذا كان وضع الاقتصادي مثلا بضيعة ما أو بمدينة ما كتير صعب، وكلنا بلبنان وضعنا الاقتصادي اليوم ما دون السفر، خلينا نكون واقعيين. طيب انت بهيدي الحاله بتزيد الازمه على حالك، لانه اذا صار عندك مثلا عرض كورونا بهيدي البنايه او بهيدا الحي او بهيدي المنطقه، وبالتالي الانعكاس الاضخم حيكون انه انت حتقتل الحياه الفعليه بهيدا الحي. وبطبيعه الحال اللبناني اليوم لازم يتعاطى مع هذه الجائحه بانضباط جدا عالي، بوعي، بحذر، وانه يخفف من الخسائر، لانه كل ما خففنا من الخسائر ومن الاستنزاف كنا نحن قادرين على الصمود والمواجهه والمقاومه لمدى اطول. نعم. هلا دكتور طلع قرار انه بدها تتسكر بعض البلدات، يعني عدوا كم بلده وبدهم يسكروها بالاتفاق مع البلديات، بس انه في ناس عم تتساءل عم بتقول انه ليه هالبلدات بس اختاروها؟ ليه في بلدات فاتحه وبلدات مش فاتحه؟ يعني انه شو المغزى منها؟ كثير في ناس عم تنتقد هيدا الموضوع. وفي كمان انه بلديات اعترضت انه ما تم التنسيق بشكل كافي مع هيدي البلديات، فكانت
يمكن في سوء اختيار للبلدات، ما اختاروها بالشكل الصحيح. في بلدات حد بعضها، يعني خاصة بالجنوب، في بلدات فاتحة بلدات مش فاتحة، في مطاعم فاتحة مطاعم مسكرة. انه كيف ممكن يتحدوا هيدي؟ مش لازم القرار يكون ماشي على الكل، او انه ممكن هيك بشكل جزئي يتم محاربة هيدا الفيروس؟ يعني انه في كتير ناس عم تتساءل كيف ممكن نجاوبهم على هيدي الأسئلة الكتيرة. أشرنا على موضوع العزل، إنه طلبنا من الدولة اللبنانية رسمياً إنه لو ما بعدكم رايحين، نحن صار عندنا 1000 إصابة. بطبيعة الحال نحن لما بنوصل 1000 إصابة يومية كبلد مثل لبنان 5 مليون نسمة، إنه سكروا البلد أسبوعين أقل، متعزلوا منطقة أو منطقة، لا، عزلوا كل الضيع، كل بلدية تحتفظ بناسها، كل قضاء يحتفظ ببلداته. وبطبيعة الحال بنقدر نحد ننشر وترفع الدولة يعني درجات الانضباط عند الشعب، البلديات ترفع من إجراءاتها أيضا، حتى نقدر أنه نحد من الاحتكاك، لأن الاحتكاك هو الأساس بتفشي الوباء. طبعا لما بصير في عزل لضيعة معينة، هذه الضيعة رايحة على التفشي الوبائي، وبطبيعة الحال عزلها بحد من انه ينتشر الوباء فيها بشكل جدا اسرع. لما نحكي ب 131 ضيعه، يعني بكل ضيعه لو بنشيل 10 اشخاص، يعني عم نحكي بعدد منه سهل. أكيد. يعني مش 130، لما نحكي ب 1300 مثلا، انه تصور 130 ضيعه يصير بكل ضيعه 10 اشخاص، يعني وين حنكون نحن؟ اذا بتقيسين على الجغرافيا اللبنانيه، يعني الامور تتجه من سيء الى أسوأ. هذه من سيء الى أسوأ ما منا اياه نحن، لانه في راشيو علمي، راشيو علمي اللي هو بين الواحد لثلاثة، 1% لـ3%، انه كل ما ارتفع عدد المصابين كل ما ارتفع عدد الوفيات تلقائيا. بمن الشخص اللي عم يتوفى من عارض كورونا، هل هو عنده عوارض صحية او ما ضعف مناعة او اشكال مفاجئ بيولوجي جسدي؟ بطبيعة الحال ارتفاع الاصابات بيؤدي لارتفاع الوفيات، وهذا الشيء الذي بخوف. بدي احكي عن موضوع لبنان، نحن بعد 10 ايام، يعني نحن اليوم 5 اب 15 اب، يعني بحكيها وبأسف، نحن رايحين على 70,000 اصابه. بال 70,000 اصابه حيكون في عندنا ما يقارب 625 شخص حتى بعد متوفي. العزل والتسكير لانه هودي الاعداد خلص فتنا فيهم، وبطبيعه الحال الكونسيكونسز او النتائج التي تترتب على هذه الاعداد بدنا نوصل لها شئنا ام ابينا. حيكون عندنا 31,000 حاله فاعله، بسموها اكتف كيسز. فبطبيعه الحال 31,000 حاله اكتف، اذا بقي الوضع على ما هو عليه، يعني انا عم شوف ابحر، عم شوف العالم على البحور عادي، عم تودع الصيفيه ما شاء الله، عم شوف العالم على الانهر، الاعراس وكأن شيئا لم يكن، مستوى الوعي خف بشكل 90%. يعني اليوم بتطلع انا بالسيارات العالم، يعني بتصير اللي بتشوف اللي حاطط كمامه هجني صار، عرفت كيف؟ مقياسة بالاعداد الضخمه اللي مش حاطه كمامه. وبطبيعه الحال وطلعت اصواتنا شاذة كثير اليوم عم تضرب الوعي عند الناس انه الكورونا قريب مثله مثل اي قريب. لا يا حبيبي، مش مثله مثل اي قريب، لانه في ناس تاثرت فيه بشكل سطحي، يمكن ما حسوا ما في اي عوارض. هلا هو انا حتى في ناس بعرفها انه بيقولوا انه قريب عادي، بس بينما في ناس ثانيين كثير كان هو نرجع جنبي. نحكي على موضوع المناعه عند الاشخاص، مثلا عند الاطفال اليوم ليش ما بيتاثر الطفل مثلا بموضوع فيروس كورونا مثل الكبير؟ الطفل لانه صغير بعده بعمره مناعته قويه، بياخذ طعومه كثيره، تي سيلز عنده من خلال الغده الزعتريه عاليه عنده، وبالتالي الانتي بوديز او المقومات البيولوجيه عنده عاليه، وبطبيعه الحال جسمه مش مرهق مثل الكبير مثلا اللي بتلاقيه جسمه يعني جهاز المناعه موزع على عده جبهات بالجسم. ولاجل ذلك نسبه الوفيات عم تكون من عمر يعني اكثر شيء من ال 55 وبطلوع، احنا عم نتعرض اكثر شيء ولكن عم بيصير في عندنا حالات اطفال عم بتموت، في عندنا شباب وصبايا عم بتموت، في ناس عم بيصير عندها مباشره السكتات الدماغيه او قلبيه. نعم. فهيدا الشيء بخوف. وعدا عن ذلك موضوع الاصابه بفيروس كورونا له مترتبات صحيه قادمه، يعني احيانا الشخص يعني مش انه بيدخل الجسم وبيفل أبدا. اثره بالجسم، يعني الشخص اليوم يمكن ينصاب بفيروس كورونا ولكن ما يحس بالفيروس، عوارض تكون ضعيفة عليه، ولكن تلقائيا بيصير عنده ندوب او تخثرات دموية بقلب الرئة
عمليا الرئة بتضلها تشتغل بشكل طبيعي، ولكن كفانكشن كتشتغل مية وظائف. بالمية مثل ما كانت قبل الإصابة حتما لا. أها. وهذا ممكن يبين على المدى الطويل بعد 10 15 20 سنة على الشخص الذي أصيب بفيروس كورونا. فالأساس اليوم هو إنه ما الإنسان ينصاب بفيروس حتى مش كورونا. جسديا بس، يعني كمان في آثار نفسية بتتركها على طبعا المصاب وعلى المحيطين فيه. طبعا طبعا، هو عمليا الإنسان قد يصاب بالفيروس 4 مرات على مدار السنة. يعني مش ممكن يعني انه خلص بس لا ينصاب لا انه أبدا، يصير عنده لأنه مناعة منه. الإنسان الدورة البيولوجية للإنسان هي كل مدة 4 أشهر. فإذا إنسان اليوم أصيب بفيروس كورونا، الجسد قد يقاوم وسيقاوم الجسد تلقائيا. حتما إنه إذا خلص من فيروس كورونا بيبقى عنده مناعة زمنية اللي هي مؤقتة لمدة أسبوع أسبوعين 3 أسابيع، وبعدين هالمناعة بيخسرها ضد فيروس كورونا طيب الجسد. وبعدين دكتور، يعني هل النهاية البشرية هون رح تكون؟ يعني حتما لا، حضرتك قلت انه اذا ولعت حريق عنا بالبيت نعم يا بدنا نطفيها يا بدنا يعني نسكر خلينا نحكي الباب، بموضوع انه نحن اللقاح. كأفراد كبلديات كدولة الكل عم بيحاول يقوم بدوره، طب العلم ما عم يقدر يطفي هالنار؟ طبعا العلم، يعني هناك اليوم أكثر من 7 مليون تجربة علمية لإيجاد لقاح لفيروس كورونا، وفي يعني اليوم المختبرات العالمية يعني تسعى جاهدة هل قد لإيجاد العلم اللقاح. عاجز عن هيدا هو ليس الشيء؟ عاجز، موضوع فيروس كورونا هو ليس بالهين. يعني البروتين او السبايك تاع الفيروس، او فينا نقول هودي الشوك اللي بيطلعوا من الفيروس، هن هودي يعني المقتل طب تاع ما بيقولوا الفيروس. انه مركب هو الفيروس؟ هلا مركب ان شاء الله هذا بفترة قادمة نجاوب عليه، ولكن عمليا لما لا بدهم شيء يطلقوا لا فيروس ما شيء بدهم لا يطلقوا مع شيء اللقاح؟ لا شيء يوجد بإطار الصدفة. لأنه إذا بنحكي بعائلة فيروس كورونا، هي بدأت بعام 2003 بفيروس السارس، ومن ثم بالكوفان. كوفيد 19 هو ولد يعني ما بعد عام 2015، ولكن فيروس كورونا بعام 2015 كان في باتنت، براءة اختراع عالمية فيه. طبعا طلبوا أنه يسجلوه ب 2015، ولكن كفيروس كورونا اللي هو 2019 يتميز عن فيروس كورونا تاع 2015 بنسبة 20% من الجيناتكس الموجودين جواته. هلا بطبيعة الحال لما المختبرات بتلاقي فيروس ما، تلقائيا تسعى لإيجاد لقاح له، لأنه إذا عرفت في فيروس ما حتما البشرية ستفتش عن لقاح لهذا الفيروس، فيسعون دائما في إيجاد لقاح له. مشكلة فيروس كورونا كوفيد 19 اللي هو بلش بأواخر، هو ما بلش بأواخر 2019، في حالات بإيطاليا كانت قبل بالشهر أيار 2019، وهلأ يعني بلشوا بسحب الجثث لحتى يحللوا إذا عن جد كان الكوفيد 19 موجود بهيدي الجثث. ولكن عمليا العلم عاجز، العلم لا يعجز، العلم يبذل قصارى جهده حتى يوجد أقلها يعني يفرمل أو يكبح ممكن تكون هذا. مقصودة انه التأخير بهيدا الشيء يكون موجود وما بدهم يطلقوه مثلا؟ عم تستدرجيني الامور ما بدي احكي كثير فيها، ولكن انا بقول لك نعم، الفيروس لم يوجد من خلال الصدفه. الفيروس هناك حرب جيوسياسيه ضخمه بين العملاقين الصين والولايات المتحده الامريكيه، كانت ليه اختاروا خيطها ال كان 2019؟ ليه اختار 2019؟ لانه الصين تفوقت منذ عام 2018 على الولايات المتحدة الأمريكية، نعم تفوقت تكنولوجيا. من يتفوق تكنولوجيا اليوم على صعيد الجيل الخامس من الاتصالات الـ 5G، أو على صعيد البروسيسنج أو مايكرو بروسيسر أو التكنولوجيا المتطورة ذات بعد خيالي عالي، نعم هو من سيقود البشرية. يعني نعم اليوم نحن الصين تمكنت من تقنيات الـ 5G، هذه التقنيات التي بدأت تتواجد في المجتمع الصيني والتايواني وما إلى ذلك، وهي ما زالت بعيدة عن الولايات المتحدة الأمريكية. من يملك هذه التقنية؟ يعني كل الشغل اللي اشتغلت الولايات المتحدة الأمريكية من سنة 1990 لليوم، كل الداتا بيز اللي عم تجمعها على العالم، الصين تستطيع بفضل تقنيات الـ 5G أن تحصل عليها بنسبة شهر. نعم فهنا وجه الصراع، من يتحكم في السيطرة والقيادة والتحكم في القرن 21؟ هذا هو جثر. لأجل ذلك الأمريكيين اتبعوا استراتيجية قلب الطاولة، فما في عندهم مشكلة يضخوا فيروس،
أنا يعني حتى لو انعكس عليهم. ولو انعكس عليهم همهم الوحيد كيف يفرمل هذا المشروع الصيني الضخم الذي سينال من الجميع. ف نعم إن شاء الله نحن نحكي بحيثيات هذا الموضوع، البعد الاقتصادي، البعد البعد المستقبلي لأوجه الصراع، ولكن لا يوجد شيء من الصدفة. يعني نحن منذ عام 2000 حتى اليوم عندنا عدة فيروسات، يعني عندنا السارس والمارس نعم والإيبولا، وعندنا الكوفيد 1، وعندنا الكوفيد 19، يعني اللي هو نعم السارس، هو السارس كوف، يعني هو سارس كوفيد 19، يعني هو مشتق من السارس اللي بلش بال 2003، عرفتي؟ هن عائلة. نعم فبطبيعة الحال الفيروس نعم مرافقنا، أنا بقول لك، إلى أن يرضخ التنين الصيني، وهو لن يرضخ. وبطبيعة الحال نحن يعني قد يكون هناك لقاح ولكنه مخفى. ولكن أنا بقول لك إيجاد لقاح لفيروس كورونا ليس بالسهل، لأنه الفيروس معقد جدا. يعني التصاق السبايك أو الشوك التاجي الخارج من الفيروس بالاي سي ار اي او الخلايا البيولوجيه تعود للانسان، لما بتيجي السبايك بتضرب بهيدي الخليه، هي ما عم تعمل كونتاكت واحد. علميا اكتشفوا العلماء منذ فتره قليله انه الالتصاق قد يكون على 10 مراحل، ولكل مرحله يجب ايجاد طريقه لكبحها، وهذا ما زاد التعقيد في ايجاد لقاح، يعني يكون كوول ما بين الفيروس، انه ما يكون عنده انتراكشن مع خليه الانسان. يعني عجزوا في هذه المرحله، هل ممكن يشتغل على ارتفيشال جينيتكس، نعم خلايا صناعيه او مضادات صناعيه؟ يبقى للمستقبل. اما على صعيد البروتين تاع الفيروس، انه ياسسوا ل انتي بوديز مثلا تركب على السلالة الجينية للفيروس، كمان الموضوع ليس بالهين، معقد نعم جدا. فلأجل ذلك نحن أمام 2 أو 3 سنوات. طب عبر جزيئات النانو شو قدرتوا، كيف قدرتوا تواجهوا يلا جزيئات الكورونا؟ النانو، تقنيات النانو طبعا هي يعني إحدى الأوجه المواجهة الفعلية بكبح انتشار فيروس كورونا، لأنه الفيروس عمليا هو على مقياس نانو. يعني الفيروس هو القطر اللي له هو 100 نانومتر، 100 نانومتر كديامتر، يعني كقطر شعاعي بيسموها. نعم جزيئات النانو بمقياس أصغر من 100 نانومتر نعم تستطيع كبح الفيروس الفيروس على المسطحات والأسطح. وطبعا نحن إذا قدرنا نقتله بالبيئة اللي حوالينا، بنكون عم نساهم بنسبة 90% إنه نقتله بيولوجيا بالطبيعة. فنعم نحن يعني دورنا الحمد لله رب العالمين انه نعمل بواسطه تقنيات النانو، نعمل سوليوشن مع برودكت معين، وان شاء الله نحن بشهر 1 أو 2 حنكشف النقاب عن حلو شيء كثير. جدا مهم. يعني طبعا هاي خطوة للاسف شوي بتعطي تفاؤل. للاسف يعني في لبنان ما يؤسف ان البيئه مقومات الدوله في لبنان مهترئه. نعم للأسف ما في عندنا مختبر لفيروس كورونا، ما في أو شيء يدعم ما انه في مختبرات تتطور او ما في تقوموا مختبر بتطورات. لفيروس، لأي فيروس كائن من كان في لبنان، لا عند وزارة الصحة ولا عند الدولة اللبنانية ولا هالشيء عند ممكن الجامعات يخليكم تسافروا تتعاملوا ابحاثكم. ولا عند الجامعات. وبطبيعة الحال نحن يعني أنا من ناحية البحث العلمي طبعا يعني بشتغل مع مختبرات خارجية، بعرف انه الموضوع مش حيكون داخلي. وبطبيعة الحال انتقلنا نعم للمرحلة الأخرى اللي هي مختبرات خارجية، وإن شاء الله يا رب نحصل على نتائج واعدة تكون يعني ترفع نتمنى، ونتمنى كمان يصير في عنا الأذى. التقنيات اللازمة بلبنان. وهذه التقنية لن نتوانى، رغم عدم التحفيز والدعم من الدولة اللبنانية، لن نتوانى عن تقديمها للشعب اللبناني. نعم نعم شكرا كثير لك دكتور، وعلى هالمعلومات القيمة بنتمنى يكون لها كمالة بحلقات جاية. شكرا كثير لحضورك معنا. يا هلا مشاهدينا، لحظات قليلة ومنتابع سوا.